هي تحية لصانعي المجد والكرامة شهداء الحق، تحية لشهداء الجيش العربي السوري، تحية لشهداء القوات الرديفة والحلفاء، تحية قدمها الحزب القومي الاجتماعي السوري بمناسبة عيد الشهداء، وذلك في ساحة المرجى بدمشق، ساحة الشهداء. نحن طبعاً بيمرق ستة أيار هو عيد الشهداء، فحبينا بسبب هالظروف الحالية أنه نوقف وقفة مميزة، لأنه سوريا عم تنتصر وبدم شهدائها. طبعاً نحن كحزب لنا قوات رديفة عم تقاتل مع الجيش العربي السوري، وعم حطينا دم. نحن ما أنه لنا منية، هذا شأن طبيعي لأننا عم ندفع لحماية الوطن، لوحدة المجتمع ولوحدة الدولة السورية. فحبينا نعمل وقفة مميزة بهاليوم بذكرى الشهداء. اليوم هي عبارة عن يوم شهيد، ثمرة نضال، ثمرة كفاح اشتهرت فيها الأمة السورية. نحن من يوم ما انتمينا للحزب، أنا أحدهم عام 52، نربي أجيال، الأجيال اللي بنربيها على أساس ليست إثنية وليست طائفية وليست مذهبية، بل وطن سوريا. يعني هي مناسبة كل الأمة السورية، مناسبة عيد الشهداء يلي تعلقوا بالمرجة، يلي علقهم جمال باشا السفاح، وله مقولة شهيرة بهالخصوص: لن أترك مثقفا في هذه الأمة كي لا ينهض لها أمر في الأيام القادمة. وطبعا الحرب على الثقافة السورية مستمرة إلى الآن، وجميع الدول التي تحارب مع الإرهابيين في سوريا أهم استهداف لها هو استهداف الثقافة السورية وتفتيت المجتمع السوري. لكن نحن طالما أن الدماء التي تجري في عروقنا هي ملك الأمة متى طلبتها وجدتها، ونحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نتبنى هذا القول، فإننا مستعدون لأن نقدم الغالي والرخيص لأجل سوريا، وهذا ليس إلا القليل. الله رب العالمين ينصر الجيش على أعدائنا، أعداء أمة العربية وأعداء سوريا، وترجع سوريا بخير. والحمد لله، والحمد لله إنه منصورين بإذن الله. الشهداء هو مثل ما كلياتنا نعرف، هن رمز هذا الوطن، وهن الرأس مالنا اللي بنفتخر فيه قدام أجيالنا القادمة، قدام العالم كلياته. هن اللي خلونا اليوم واقفين هون، هن كل شيء بهالدنيا لنا. هم الشهداء الذين أثبتوا قاعدة التاريخ يعيد نفسه، ليصنعوا على أرض الملاحم تاريخا جديدا، وليرسموا معالم مستقبل معمدة أرضه بدماء أبنائه الذين لم يبخلوا من أجل عزة وطنهم وكرامته، مؤمنين بقول أنطوان سعادة: إننا نحب الحياة لأننا نحب الحرية، ونحب الموت متى كان الموت طريقا للحياة.